لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بمنتخبنا التونسي أواس لكرة القدم اللي واصل مشاركته في كاس امم افريقيا لاقل من 20 سنة للدور حاليا فعالياتها في مصر. اليوم منتخبنا التونسي باش يكون في مواجهة نظيره الكونغولي في مقابلة الدورة الربع النهائي بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس في استاد القاهرة الدولي في مباراة تاريخية لابناء المدرب عادل السليمي من اجل ضمان الترشح المونديال الأواس اندونيسيا 2023، باعتبار انه اصحاب المراكز الاربعه الاولى في النسخه الحاليه من كان الاواسط باش يضمنوا رسميا تاهلهم لكاس العالم للاواسط اندونيسيا 2023. نواصل مع كاس امم افريقيا للاواسط، والبارحه تلعبت الدفعه الاولى من مواجهه الدوره الربع النهائي. السنغال تفوقت على البنين هدف مقابل صفر بنفس النتيجه، اوغندا انهزمت امام نيجيريا. اليوم ماضي 3 متاع العشيه مباراه غامبيا مع جنوب السودان، والسته متاع العشيه مباراه تونس مع الكونغو. محليا وبالنسبة لنتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية لمجموعة البليوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تلعبت البارح، اتحاد بنقردان انهزم أمام الترجي ذي التونسي 2-1، وجات ثنائية الترجي عن طريق أنيس البدري في مناسبتين في دقيقة 43 ودقيقة 48، وسجل اتحاد بنقردان أيوب شعبان في دقيقة 30. المباراة الثانية دارت البارح في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. الاتحاد الرياضي المنسير ينتصر على اتحاد تطاوين هدف مقابل صفر، هدف ليوسمو الوحيد سجل المهاجم زياد العلوي في دقيقة 33. إذن هاو نعطيكم الترتيب الكامل بعد استكمال مواجهة الجولة الافتتاحية لمرحلة البليوف. في الصدارة الترجي والاتحاد المنسيري بسبع نقاط، في المرتبة الثالثة النجم الساحلي ستة نقاط، في المرتبة الرابعة نادي الافريقي أربع نقاط، في المرتبة الخامسة اتحاد بنقردان ثلاثة نقاط، في المرتبة السادسة نلقاو الأولمبي البيجي واتحاد تطاوين بنقطتين، والمرتبة الثامنة والأخيرة موجود فيها النادي صفاقسي برصيد نقطة واحدة. نواصل مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبالنسبة لبرنامج الجولة الأولى من مرحلة فيدي النزول اللي باش تتلعب نهار الأحد 12 مارس ماضي ساعتين ونص متاع نهار. مستقبل سليمان يستضيف الملعب التونسي نادي البنزرتي، يواجه أولمبيك سيدي بوزيد، وأما الحمام سوسة يستضيف نجم المتلوي. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تأجيل مقابلة الدورة الربع النهائي لكأس تونس اللي باش تجمع بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه النادي الرياضي البنزرتي، واللي تم تأجيلها الموعد لاحق. نذكر أنه المباراة هذه كانت مقررة نهار الأحد 5 مارس وتم تأجيلها بسبب التزامات الترجي الرياضي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. في الرابطة المحترفة الثانية، الشبيبة الرياضية القيروانية تواصل تحذيراتها لمواجهة أمل جربة في الجولة الأولى من مرحلة الإياب واللي باش تدور نهار لحد ماضي ساعتين في ملعب حمد العواني. نذكر أنه تمارين الجي اس كا شهدت عودة كل من محمد الفالح، أمين المكور، وأحمد الترابلسي بعد تعافيهم الإصابة. في أخبار التحكيم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم الدولي التونسي صادق السلمي لإدارة مواجهة القمة في المجموعة الثانية واللي باش تجمع بين الهلال السوداني وسان داونز الجنوب أفريقي نهار السبت 18 مارس الحالي في الجولة الأولى إياب من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، واللي باش يساعدوا فيها كل من خليل الحسيني، محمد بكير، ومحرز المالكي باش يكون هو الحكم الرابع في المواجهة هذه. في الكرة الطائرة، غدوة الموعد مع مقابلة الجولة الخامسة من مجموعة التتويج. كل المقابلات تنطلق الأربعة متاع العشية قمة الجولة في قاعة الزواوي بين الترجي والنادي الصفاقسي. سعيدية سيدي بوسعيد تستضيف مولدية بوسالم، وفي القاعة الأولمبية بسوسة مباراة النجم الساحلي مع ضيف مستقبل المرسى. خارج تونس، وفي أبرز مقابلات البارح، في الحقيقة الحدث البارح هو مباراة ذهاب الدورة نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا في ملعب سانتياغو برنابيو في ديربي الأرض. ريال مدريد ينقاد للهزيمة على أرضية ميدانو أمام برشلونة هدف مقابل صفر، هدف البرسا الوحيد سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرمى في دقيقة 26.
نختموا نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وحماية سلامة القلب مع تحسين الحالة النفسية بالإضافة للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض الصدرية. هذا كل ما عنا في لايف سبور. أجمل تحيات سيد الترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.